أما بالنسبة للقاعدة الخامسة من قواعد إدارة الفصول الذكية فهو احترام المعلمين أو التزامهم بقانون حقوق الطالب. كل ما يتعلق باحترام إنسانية الطالب فهو أمر ضروري. منح الحق، منح الطالب الحق في التعليم والمشاركة في كافة الأنشطة في بيئة التعليم سواء كانت نظامية أو إلكترونية. منح الطالب الحق في التعبير، منحه الحق في طرح الأسئلة، منحه الخوض في مناقشات، منحه الخوض الاختبارات التحصيلية أو الإلكترونية كذلك. حقوق الطلبة في فتح الكاميرا اللي هي فتح بيته، يعني فتح بيته هذا الأمر متروك للطالب ويحترم، تحترم خصوصية الطالب ولا يطلب منه فتح الكاميرا داخل بيته إن لم يرغب هو بالقيام بذلك.